لذلك الذي نقترحه شيء هو وتهدئة الأجواء، تهدئة الأجواء، وخليه سيدنا رمضان يموت بالعافية بعد رمضان، بعد هذه الإجراءات تاع استقالة الوزيرة، لجنة التحقيق، تهدى النفوس مليح مليح، ونروحوا إلى بكالوريا أخرى جديدة في أجواء جديدة وبصرامة في قضية التحكم في عدم التسرب. هذه اقتراحنا هنا. القضية قضية نفسية بالدرجة الأولى بالنسبة للطالب، قضية نفسية بالدرجة الأولى. الطلبة اللي داروا البكالوريا وقد سمعوا بالتسريبات، حتى إذا ما غشوش، حتى فيما يتعلق بالمواد التي لم تسرب، ما كانوش في وضعية نفسية عادية، بالإضافة إلى استدراك الظلم الذي وقع على 1000 طالب ما لحقوش بكلمة.